إطار تشريعي ومؤسسي داعم للاستثمار. بدينا بقانون الاستثمار، ويعني قدرنا نحط كل الحوافز والتيسيرات لدعم الاستثمار في جميع القطاعات، مش بس في قطاع الصناعة والزراعة اللي هي القطاعات اللي بتيجي دايما على بالنا أول، لكن كنا حريصين لوجود القطاع الخاص في قطاع النقل، لأن الهدف كان الرئيسي أولا إن يكون في مشاركة أكبر من القطاع الخاص في عشان الهدف إن احنا نقدم أفضل خدمة للمواطن بأفضل سعر وتنافسية. هنا إن احنا نشجع، وانا كنت لسه بقول لإدارة في الاجتماع اللي هي قبل لقائنا هنا، ان احنا هذا القانون بيدعم اوبر وبيدعم كل الشركات سواء شركات اجنبية او شركات مصرية.